دكتور، الحزب موقف واضح ضد التسوية القائمة وسيعمل ضدها، ما الذي تقرأونه في هذه التصريحات؟ أخ ويس، يعني أنا متأكد أنه قبل يومين ناقشت القضية بتاعت الحزب الشيوعي ودخلت فيها بالتفصيل في هذا المشهد، لكن يعني دعني أذكر نقطة واحدة، اللي هو لو كان في دولة محترمة بتحترم نفسها وبتحترم قوانينها ما كان هذا المؤتمر الآن يمكن أن يعقد. القانون الجنائي هو القانون الجنائي، عندما وقعت لم يتغير طبعا من زمن الإنغاز إلى الآن، عملوا غيروا فقط ما يريدون أن يغيروه، لكن عند كل ما يتعلق بالقانون الجنائي، ويمكن كانت المشكلة الكبيرة اللي كانت بين أديب وبين وجد صالح في تعديل المادة المتعلقة بالاعتقال وإلى آخره وغيره، ورفض ناس الحرية والتغيير تماما، القانون الجنائي هو القانون الجنائي. داير أشير لك إنه عندما حسن الترابي اتصل بحركة قرن عشان يتفاوض معها كحزب ووقع اتفاقية، هذه الاتفاقية كانت بين الحركة الشعبية وبين المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، تم مباشرة اعتقال حسن الترابي وإيداعه السجن، نفس القانون الموجود الآن، القانون موجود، ونفس المخالفة للقانون حدثت، اللي هو حزب سياسي، هذا الحزب السياسي يتفاوض مع حركة، هذه الحركة مسلحة خارجة عن الدولة وتعلن تمردها وتعلن احتلالها لمناطق في داخل السودان. هذا فقط ما أردت أن أشير له على الأقل في 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 هذا الجو. أنا بفتكر برضو عدم تطبيق القانون والتساهل فيه هو الذي يعني يعطي هذه المجموعة هذه الانتفاخة العنترية والتحديد للداخل والخارج بصورة ما تتخيل. الحزب الشيوعي ذاته قد شنو؟ يعني أنت بتسمع الكلام ده بيتخيل أن الحزب الشعب السوداني كله مع الحزب الشيوعي.